التغيير، التغيير قادم لا محالة. هاد الهضرة ديما تنسمعوها صراحة، كاع المعارضة في العالم كامل تتهضر عليها، ولكن راه فغيمون التغيير جاي للمغرب والصحة. والتغيير تيبداها بنقطة، وهاد النقطة هادي يعني اللي فاضت هي حركة 20 فبراير. هادي كانت واحد النقطة اللي فاضت وكونت خلايا ديال المطالبين يعني بالحرية والديمقراطية في المغرب. هادي تقريبا غادي نحن 10 سنين وهاد الخلايا تتكونوا، خلايا اللي تطالبوا بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية وبالحرية. حتى يعني وصلنا ل 2020 كوننا دولة ديالنا، أصبح يعني الأحرار دولتهم وأصبح للعبيد العياش دولتهم. الجميل في الأمر أننا ولينا سنتكونكتا، يعني واخا هذاك الشيء عشوائي ولكن الطبيعة ستجمعنا، لأن المنطق تقول بأن الناس اللي مضرورة تتجمع وتتهضر على ذاك الشيء اللي دارها. وهذا ما كان، وغير بنقولها بالعربية كاع التغيير قادم لا محالة، وإن لم يكن برضا الحاكم أو الحكام فسوف يتم رغما عنهم. وغادي نعاودها، التغيير قادم لا محالة، إن لم يكن برضا الحكام فسوف يتم رغما عنهم. وي فشلات حركة 20 فبراير، ولكن هذه المحاولة القادمة والوشيكة طبعا حتما غادي نزعو الحرية ديالنا، غادي نحرر الوطن ديالنا. أنا ما كاينش اللي تضرني قد هادوك يعني تقاعس المثقفين المغاربة عن أداء واجبهم الوطني نحو الأمة المغربية. ظاهرة مؤسفة ولكن حقيقة. والشعب المغربي راه ما يتسناهم شي للأبد، ميمكنش نتسناو ناس ساكتين من أجل مصالحهم، يعني واحد المصالح صغيرة هاد الشي هذا عليها ساكتين، ساكتين من أجل مصالح ضيقة صغيرة. إن المغاربة على عكس ما يبدو عليه أحيانا يفهمون تماما ما يحدث في وطنهم، وهم سينتفضون قريبا لرفع الظلم عنهم. ما يمكنش تنتزع حقوق ديال الملايين ديال الناس وترمي بهم يعني في براتين الفقر والبؤس والبطالة باش أننا نمجدو واحد الإنسان، واحد الإنسان ونهمش أم على قدها. امبوسيبل، ما عمر كانت في شي بلاد وما عمرها غادي تكون. الشعب المغربي كيف ما نجح سقط دول على قدها في ديك البلاد، والتاريخ ويشهد، التاريخ شاهد ليه، غادي يحيد عليه هذا العيب الكبير اللي هو الدولة العلوية المخزنية. حتى الدولة هذه راه ماشي شي نظام إلهي ولا شي حاجة، راه نظام بشري صوب البشر، ويمكن يتفكك ويمكن يسقط. أنا عندي إيمان كبير في الشباب المغربي، لأنه شباب طموح، لأنه غني بالإبداع. المستقبل لهذا الشباب
وهذا الجيل هذا اللي حاقرينه واللي مضيعينه واللي تشوفوا فيه لتحت هو جيل التحرير، هو جيل الفعل. أنا عندي إيمان كبير في الشباب المغربي، لأنه شباب طموح، لأنه غني بالإبداع ومستقبل هذا الشباب وهذا الجيل هذا اللي حاقرين واللي مضيعين واللي تشوفوا فيه لتحت هو جيل التحرير، هو جيل الفعل. وخا ما تيبانش بزاف ديال الناس، ولكن نجزم لكم بأن التغيير قادم لا محالة على يد الشباب الحر المغربي. تحياتي لكم. ومن جعلنا متخلفين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.